طيب بنتكلم على الدوري الافريقي والسوبر ليج، واولى المباريات ان شاء الله الافتتاحيه هتكون يوم الجمعه بعد القادم، مباراه سيمبا التنزاني والاهلي الساعه 6 بتوقيت القاهره. امبارح احنا استعرضنا اسماء الحكام اللي هيديروا مباريات السوبر ليج بشكل عام، الثمان مباريات سواء الاربع مباريات لقاءات الذهاب او حتى لقاءات العوده الاربع لقاءات الاخرى. ولكن بالنسبه لتسجيل اللاعبين، كلنا كنا شفنا الفتره الاخيره الجدول المتعلق بتسجيل وقيد اللاعبين في مسابقه السوبر ليج، ومسابقه السوبر ليج لها تسجيل مختلف تماما عن تسجيل البطولات الافريقيه اللي الاهلي بيشارك فيها سواء دوري الابطال او حتى كاس السوبر. بمعنى ان كان في ميعاد مبدئي لتسجيل القائمه الاوليه، وكانت القائمه الاوليه فيها 40 لاعب من ضمنها اربع حراس مرمى، وكان اخر ميعاد للتسجيل يوم 15/9. والشركه الايطاليه الشركه المنظمه لبطوله الدوري الافريقي منحت الانديه المشاركه الانديه الثمانيه فرصه من 15/9 ل 10/10 اللي هو النهارده الديدلاين، النهارده اخر ميعاد يوم 10 اكتوبر، عشان تختصر القائمه من 40 لاعب الى 30 لاعب. فالنهارده اخر يوم لتسجيل القائمه المختصره ال 30 لاعب، ولكن ال 30 لازم يكونوا من ال 40، لازم يكونوا من ال 40 اللي انت سجلتهم لغايه يوم 15/9. وبالتالي انت دلوقتي مطالب النهارده سواء الاهلي، سيمبا، الترجي، الوداد، انيمبا، مامولدي سان داونز، بترو اتلتيكو الانجولي، مازيمبي الكونغولي، كل الانديه اللي هتشارك في السوبر ليج النهارده الديدلاين حوالي الساعه 12 بالليل تختصر القائمه من 40 لاعب ل 30 لاعب. وبالتالي النهارده اخر موعد لتسجيل القائمه النهائيه اللي هتشارك بيها في مباريات السوبر ليج. طيب انت القائمه بتاعتك هتكون 30 لاعب. هل ال 30 لاعب متاحين خلال فتره البطوله من 20 اكتوبر ل 11 نوفمبر؟ ايوه. بمعنى ايه؟ هل ال 30 متاحين في كل مباراه؟ لا. ال 30 متاحين معاك في البطوله، ولكن كل مباراه ال 30 دي بيتم اختصارها ل 23 لاعب. يعني انت الاول بدات في 15/9 ب 40 لاعب، ثم جيت ل 10 اكتوبر اللي هو ميعاد النهارده اللي هو الديدلاين اللي هترسل فيه القائمه المختصره، تبقى 30 لاعب. قائمه ال 30 لاعب هيتم اختصارها مع كل مباراه ل 23 لاعب. انت خلاص ايدت 30 يوم، مثلا ونفترض يوم 20/10 عندك مباراه سيمبا التنزاني، يوم 20/10 قبل ميعاد المباراه بساعه ونص ال 30 دي بتختصرها ل 23 لاعب. ال 23 لاعب موجودين معاك في قائمه الماتش. يعني انت لو سافرت بال 30 يوم المباراه هتطلع سبعه من القائمه. وبالتالي انت عندك في قائمه المباراه 23 لاعب، 11 لاعب اساسي و12 لاعب على دكه البدلاء. نفس سيستم كاس العالم، يعني انت لما تيجي تلعب مباريات كاس عالم مع الفيفا بتبقى القايمه في المباراه 23 لاعب. طيب خلصت المباراه الاولى مع سيمبا بال 23 انت لعبت بيهم، هتخش على مباراه العوده، هل هتبقى مجبر على ال 23 اللي لعبت بيهم ماتش الذهاب؟ لا، هترجع بقى تاخد من ال 30 من تاني وتعيد قايمتك لمباراه العوده من خلال ال 30 اللي انت النهارده هتسجلها بتاريخ 10 اكتوبر، وتفضل كده لغايه المباراة النهائية يوم 11 نوفمبر إن شاء الله في حال استكمال المشوار حتى موعد نهائي السوبر ليج. وبالتالي ده نظام القيد وده نظام المشاركة في بطولة الدوري الأفريقي. النهاردة القائمة المختصرة 30 لاعب، ومع كل مباراة تختصر القائمة ال 30 ل 23، وال 23 متاحين معاك خلال البطولة وخلال المباراة. 11 أساسي، 12 على الدكة، لك خمس تغييرات اثناء المباراه، وبالتالي دي قائمه اللاعبين اللي انت هتشارك بيها في مباراه سيمبا او في لقاء العوده او حتى في باقي اللقاءات القادمه في بطوله الدوري الافريقي بالنسبه للفتره اللي جايه. نقطه مهمه جدا، هل قائمه اللاعيبه اللي هتشارك في مباراه السوبر ليج مرتبطه بالقيد الافريقي؟ لا. اهم حاجه اللعيبه اللي هتتسجل النهارده بالليل وهتشارك في البطولة لازم تكون موجودة على السيستم المحلي، يعني اللعيبة دي لازم تكون متسجلة في القائمة المحلية عشان يكون متاح ليها المشاركة في البطولة الدوري الإفريقي خلال الفترة اللي جاية. في قواعد منظمة خاصة بالمشاركة، في قواعد متعلقة بقيد اللاعبين، وكمان في نقطة تانية متعلقة بالمباريات نفسها. إن شاء الله الأسبوع اللي جاي بنحاول كده نحضر لكم حلقة فيها كل التفاصيل المتعلقة بالسوبر ليج في الحلقة اللي هتكون قبل بإذن الله انطلاقة البطولة، عشان نشرح لحضراتكم الملاعب، الفرق اللي هتشارك، القوائم، الاستادات، الشروط، اللوائح، نظام البطولة. خدوا بالكم نظام البطولة بيختلف من دور للتاني،
يعني انت الدور ربع النهائي والدور نصف النهائي بنظام، والمباراه النهائيه ليها نظام تاني خالص. عارفين في افريقيا دايما ما بنطبقش الاكسترا تايم في حال التعادل في لقاء الذهاب والاياب، في السوبر ليج هيتطبق الاكسترا تايم، وبالتالي دي تفاصيل وجزئيات ان شاء الله احنا سايبينها للاسبوع اللي جاي لما نقرب شويه من افتتاحيه السوبر ليج عشان نشرح لحضراتكم كل الامور المتعلقه بهذه البطوله. لكن النهارده بما ان النهارده 10 اكتوبر فكان لازم نقول لحضراتكم اخر المستجدات. النهارده اخر موعد للانديه المشاركه عشان تسجل القائمه النهائيه اللي هتشارك بيها او اللي هتشارك فيها في بطوله السوبر ليج. دي جزئيه اولى كان لازم ابدا بيها كلامي، لان خلاص احنا راجعين باذن الله من يوم السبت اللي جاي هيكون بدايه الاستعدادات لمواجهه سيمبا التنزاني، وتركيز بقى على بطوله السوبر ليج، والحكام اتعينوا امبارح، وامبارح قلنا لحضراتكم حكام المباراه لقاء الذهاب حكم موريتاني دحان بيدا، على الفار هيكون الجزائري لحلو بن براهيم، لقاء العوده هيكون جان جاك نادالا الحكم الكونغولي، وهيكون على تقنيه الفار طاقم تحكيم مغربي في المباراه ان شاء الله هتقام على استاد القاهره يوم 24 اكتوبر الساعه 5. لقاء الافتتاح هيكون الساعة 6 بتوقيت القاهرة، وهيسبق لقاء الافتتاح نص ساعة هيكون فيه حفل افتتاح مدته حوالي 10 دقائق على ملعب بنيامين مكابا. واللي هيفتتح البطولة رئيس الاتحاد الدولي جياني انفانتينو رئيس الفيفا، وهيكون معاه كمان باتريس موتسيبي رئيس الاتحاد الافريقي، الاثنين هيشاركوا في افتتاح البطولة، لأن هذه البطولة بتقام تحت رعاية الفيفا والكاف، وتم إسناد إدارة البطولة لشركة إيطالية بتتعامل مع الفرق المشاركه خلال الفتره القادمه. ده كل ما فيما هو متعلق يعني بمواعيد المشاركه وتسجيل القوائم الخاصه بالانديه المشاركه في السوبر ليج خلال الفتره اللي جايه. القرعه زي ما انتم شايفين يعني لما كانت اتعملت يوم 2/9 اتحددت المباريات والفرق المشاركه من تصنيف اول من تصنيف ثاني. كنا عارفين ان الاهلي هم 8 فرق، يعني 8 فرق مشاركين في البطوله. التصنيف الاول كان الاهلي والوداد والترجي ومامولدي سان داونز، دول الاربع فرق المصنفين في التصنيف الاول مع مراعاه الجانب الجغرافي. مع مراعاه الجانب الجغرافي ممكن الناس تقول لي ما في قبل سان داونز فرق ثانيه زي الرجاء زي نهضه بركان زي، لكن لا، طبقا للتصنيف وطبقا للتوزيع الجغرافي ثلاث فرق من الشمال واول فريق من التصنيف في الجنوب. فاول فريق في التصنيف من الجنوب هيكون مامولدي سان داونز. لما تروح على التصنيف الثاني هتلاقي عندك باقي نيمبا، وهتلاقي مازيمبي الكونغولي، وهتلاقي كمان اكتر من فريق يعني موجودين مع الاهلي والترجي والوداد في البطوله. والقرعه اتعملت، الاهلي هيلاعب سيمبا التنزاني، الوداد هيلاعب انيمبا، مازيمبي هيلاعب الترجي، وكل التفاصيل المتعلقه بالمباريات اللي هتنظم باذن الله من 20 اكتوبر لغايه يوم 26 اكتوبر. دي مباريات المرحله الاولى الدور ربع النهائي.